بهذه المناسبة يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف من الرياض سعادة السيد فاضل البعينين عضو مجلس الشورى السعودي. أهلا بك في نشرة الثامنة. العلاقات طبعا بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين هي علاقات تاريخية راسخة، هل تحدثنا أكثر بخصوص ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم، وكل عام والسعودية ومملكة البحرين بأمن واستقرار ونمو وازدهار. العلاقات السعودية البحرينية تتميز بالعمق التاريخي والاستراتيجي والتكامل الأمثل في شتى المجالات، إضافة إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. نعتقد أنها علاقات أخوية وثيقة تقوم على ثوابت راسخة أيضا من الود والاحترام المتبادل والتقارب الجغرافي والحضاري. كل هذا ساهم في تحقيق كثير من المكتسبات والإنجازات والشراكات المثمرة في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. تشكل يعني العلاقات، عندما نتحدث أيضا عن العلاقات، فالعلاقات السعودية البحرينية تشكل نموذجا يحتذى في العلاقات المتكاملة والمثمرة بين الدول. ولعلي أركز في ثلاث محاور بشكل عاجل مهم في هذه العلاقات. الأول، المحور الأول، هو مرتبط بالتنسيق الدائم حيال القضايا الدولية والسياسية والأمنية أيضا، حيث نجد توافق دائم وتنسيق مستمر بين المملكتين، حتى باتت المواقف المشتركة نموذجا في التعامل السياسي بين الدول. المحور الثاني مرتبط بالعلاقات الاقتصادية، ونعتقد أن هناك ارتباط وثيق بين الاقتصادين السعودي والبحريني ساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكات البينية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. المملكة اليوم أحد أكبر الشركاء التجاريين لمملكة البحرين، والبحرين احتلت المرتبة الثانية بالتبادل التجاري مع السعودية. ولك أن تتخيلي أن نسبة الصادرات من البحرين إلى السعودية نمت بشكل كبير بنسبة 75% خلال السنوات الخمس الماضية. أما المحور الثالث والأخير فهو مرتبط بالعلاقة بين الشعبين الشقيقين، وهي علاقات أسرية قبل أن تكون مرتبطة بالجوار. امتداد الأسر السعودية والبحرينية بين الدولتين يزيد من وشائج القربة والرحم التي تكتسب أهمية كبيرة في نفوس الجميع. نعم سيد فضل، كما ذكرت من خلال يعني حديثك بأن هناك الكثير والعديد من التوافقات بين البلدين الشقيقين، إذا سؤالي هنا كيف ترى مستقبل العلاقات بين البلدين؟ أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على أن العلاقات البينية قوية بين البلدين على جميع المستويات. وأما ما يتعلق بمستقبل العلاقات، فالأكيد أن مستقبل العلاقات المشتركة يكون واعدا ولا شك، خاصة وأن هناك جهود مستدامة من قيادتي البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الأخوية والوصول بها إلى مرحلة متقدمة من التكامل. يعزز ذلك من وجهة نظري الخاصة وجود مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي أسهم في تعميق التعاون وتحقيق التكامل، وما زال أيضا حريصا على إطلاق المبادرات المشتركة. ولعلي أشير بعجالة إلى برنامج تكامل الذي يستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي ومعاملة المنتجات المصنعة بين البلدين بالمثل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قيادتي المملكتين الشقيقتين، وأن يديم على بلدينا المحبة والأمن والاستقرار والازدهار. نعم، من الرياض كنت ضيفا كريما سعادة السيد فضل البعينين عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا جزيلا لك.